مع الودية الثانية والأخيرة للمنتخب السعودي في معسكر مدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن التحضيرات الإعدادية لكأس آسيا 2023 في قطر. الأخضر السعودي واجه كوريا الجنوبية على ملعب سانت جيمسيس بارك. أجواء ما قبل المباراة مع مفدنا النشيط جدا سلام المناصير واللقاء مع مديان رضوى. كيف المعنويات اليوم؟ المعنويات جدا عالية، صح أن خسرنا في أول مباراة لكن هذا بإذن الله راح يكون حافز لنا في المباراة الحالية. ومعك أخوك صح؟ صح صحيح صحيح. أنا جاي من السعودية عشان المباراة. جاي من السعودية عشان المباراة وإن شاء الله اليوم الفوز للمنتخب بإذن الله، قلوبنا خضراء بإذن الله اليوم. إن شاء الله المعنويات عالية، إن شاء الله 3-0 للسعودية. أوف بس معاهم سون. بس معانا سالم وورا في البلاهي وحسان، الأمور طيبة ما عليك. معنويات عالية. ها؟ معنويات. جدا جدا، الفوز إن شاء الله اليوم أخضر. أكيد للصقور الخضر، ما فيها كلام بإذن الله. جاي من جولوي في أيرلندا. قطعنا من جولوي لدوبلن 3 ساعات بالباص وبعدها ساعة بالطيارة إلى نيوكاسل في سبيل مساندة الأخضر، ومعاك يا الأخضر وفالنا الفوز إن شاء الله. معنويات جدا مرتفع اليوم. عتم سون. سون موجود في جيب البلاهي. من وين؟ كويت. مع السعودية. مع السعودية جايين واقفين مع المنتخب السعودي. السعودية مثلنا اليوم جميعا. أكيد مثل الخليج شاب. توقعاتك؟ توقع 3-2 للسعودية. كيف المعنويات؟ والله المعنويات مرتفعة إن شاء الله، الفوز لنا بإذن الله إن شاء الله راح نفوز إن شاء الله. كم؟ بما تعرف أنه مواجهة المنتخب السعودي الكوري مواجهة قديمة حتى في قارة آسيا، أتوقع إن شاء الله نقول إن شاء الله بإذن الله فوز 3-1 إن شاء الله. لا نقول إن شاء الله توقع 2-1. وبالنسبة للاعبين شدوا حيلكم، جايين من جميع أنحاء بريطانيا عشان نشجعكم، ونبي أخضر المونديال ونبي أخضر أفضل كل مرة نشوفها إن شاء الله. حي السعودي.